على تويتر وعبر هاشتاج دلع الشباب بهدلنا، انتقد بعض المغردين ما قاله رئيس مجلس إدارة غرفة جدة رجل الأعمال صالح كامل حينما وصف بعض الشباب بالمدلعين. وخلال اللقاء الدوري لمنتسبي الغرفة أمس، قال صالح كامل إن رجال الأعمال يعانون من طريقة تعامل بعض الموظفين السعوديين مع العملاء بطريقة متعالية، مجددا على ضرورة تغيير المناهج التعليمية لغرس ثقافة المسؤولية والالتزام بأدبيات العمل في عقول الشباب، مضيفا في الوقت نفسه أن هناك نماذج لشباب سعودي واعي ولديه استعداد للعمل في أي مهنة من دون خجل. على العموم الناس ركزت على موضوع الدلع، فحنستعرض بعض التغريدات اللي أثارها تصريح صالح كامل. نبدأ مع بعض هذه التغريدات هنا أمامنا على الشاشة. فهد مثلا قال إنه الصحيح أن يقال بأن جشع التجار بهدلنا، لأنه هذه الجملة أكثر واقعية بحسب فهد. خلينا ننتقل إلى تغريدة أخرى، يقول هنا إنه أحد المغردين قال إنه الأول يقول إنه السكن ليس من حق المواطن، في إشارة إلى عضو مجلس شورى وهذا تصريح سابق له، والثاني والمقصود هنا صالح كامل بيقول دلع الشباب بهدلنا، مؤلم أن تجد هؤلاء يتنافسون على استفزاز المواطن. خلينا ننتقل إلى هذه التغريدة، هنا في يعني حديث عن شخص صالح كامل وإنه أصغر أبنائه لديه سيارة قيمتها نصف مليون ومصروفه الشهري جدا عالي. ننتقل إلى تغريدة أخرى، هنا بيقول إنه بدأها بترجي وقبل كم يوم يزيد الراجحي، والحين صالح كامل إنه هم أثرياء جدا، وفي نفس الوقت بيعلقوا على المواطن حتى في مشاكله بحسب تغريدة يزيد. هنا خلينا ننتقل إلى خضر السند في تغريدته، قال إنه الأول قال كفاية دلع، قصده هنا طبعا صبحي بترجي، المهندس صبحي بترجي اللي أثار قبل فترة تصريحه الكثير من الجدل. وهنا بيقول خضر إنه كان عبرة للمعتبرين اللي حدث فيه، نفس الشيء الآن مع الشيخ صالح كامل. هنا طارق الماضي بيقول رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل قال دلع الشباب بهدلنا، الدلع هو أن تربح المليارات وتتنصل من توظيف ابن البلد. على العموم هذه بعض ردود الفعل، يعني معنا عبر الهاتف من المدينة المنورة رجل الأعمال السعودي صالح كامل للرد على هذه التعليقات. أهلا بك شيخ صالح، خليني أبتدي معاك، يعني أنه أنت بالتغريدات أو بالنقاط اللي أنت قلتها الناس قالوا أنك أنت كنت ظالم. والله الناس الظلمة إلا سووا الهاشتاج واللي حطوا عليه وإلا ما قريوا الخبر، إلا قلت في نماذج ممتازة وضربت أمثلة، وقلت في نماذج وحطيت الخطأ على مناهج التعليم وعلى تربية البيت، ما حطيتها على الشباب. لكن للأسف 300,000 اللي دخلوا أثبتوا إنهم مدلعين ويأخذوا الكوبيبة من رأس القدر وما يقروا الخبر. كملوا الخبر يا أبنائي، كملوا الخبر لآخره. نعم. أنا أشهدت بالنماذج الممتازة وقلت إنه في والدليل إنه كثير من الوظائف ندرب 100 نفر يفضلوا 3 أنفار، لكن في نماذج ممتازة جدا. نعم بس شيخ صالح، يعني البعض كمان بيقول انه بدل ما انت بتعلق مثلا بتقول انه التدريب بيتم لعدد كبير واللي بيبقى عدد قليل، انه انت من ضمن مسؤوليتك تجاه البلد ومسؤوليتك الاجتماعيه انك دائما تستمر في التدريب والتوظيف علشان يخرج جيل جيد. انا ما بتكلم كرجل اعمال، بتكلم كرئيس غرفه تجاريه. نعم كرجل اعمال انا امس والتعليق هذا بيقوله، عندي 100 شاب سعودي في ملتقى القيادات المتوسطة اللي تعمل دلة كل سنة في برشلونة. أنا كل قياداتي العليا والوسطى سعودية، لا أحد يزاول علي في السعودة ولا في التدريب. أنا ما بتكلم كمجموعة دلة، والسعوديين اللي في دلة بيجلسوا بال20 سنة وبال30 سنة. أنا بتكلم في مصلحة الوطن، يبطلوا المزايدات، هذه مزايدات اللي بيسووها كلها وللأسف ما كملوا. أنا أحلف إنه كثير منهم ما كملوا قراية الحلقة الخبر في عكاظ، ولا كانوا حاضرين معانا في اللقاء اللي فيه حوالي 200 بني آدم، وكانوا تجار الموبايلات يشتكوا لي إنه بيعانوا من الشباب السعودي في السعودة. قلت لهم فيها إخواننا نماذج ممتازة
وفي نماذج مدلعة. أيوة. طيب بس هذه ما هي أول مرة يا شيخ صالح عندك أنت يتم يعني هاشتاجتك زي ما يقول التعبير على تويتر، وعندك كذا مرة كان في كمان تصريحات برضو. هاشتجوا يا ستي هاشتجوا، هذه وسائل التفكك الاجتماعي، هذه ما هي وسائل التواصل الاجتماعي، هاشتجوا زي ما يبغوا. بس هل تعتقد يعني لما تقول عنها وسائل التفكك الاجتماعي يعني برضو كمان في نقد مقبول، وأكيد في نقاط بعض الناس بيثيروها، ممكن أنت تكون الغلطان مو ضروري هم يعني؟ لا، إذا كنت أنا غلطان أعترف بغلطي، أقري الخبر وطلعيني غلطة واحدة فيه. أقري الخبر، لكن أنا ما جامل ولا داهن رأي عام ولا رأي خاص، أنا أقول اللي خارجني من ربي وإلا فصلحة وطني. طب تعتقد هم ليش مستهدفينك يعني اذا انت دائما بتقول انه انت تصريحات؟ والله مالي شغل، استهدف بيزيدوا حسناتي، استهدفوا. اي فانت تعتقد وليش ما اعتقد؟ كل ناصح مكروه. يعني انت بس تعتقد انه هو من باب انه هم ما بدهم يسمعوا الحقيقه، مو بالضروره انه هم كمان يمكن شايفين انه انت عندك مسؤوليه او انه انت احيانا بتظلمهم وما الى ذلك. انا ما قصرت في مسؤوليتي ولا ظلمت احد. انا اول من انشا معهد لتدريب السعوديين في جده، ودربت الخباز والنجار والسباك قبل 45 سنه. نعم، انا ما قصرت في مسؤوليتي ابدا. نعم. طيب احنا بنشكرك على وجودك معنا، كان معنا عبر الهاتف من المدينة المنورة رجل الأعمال السعودي صالح كامل، شكرا لك.